عايزين نبدأ مع مباراة النهاردة طبعاً. نعم. وأكيد طبعاً تابعتها طبعاً. يعني رأيك بشكل عام في المباراة؟ يعني الأهلي قدر يوصل لهدفه بشكل كبير، يمكن الناس مش الأداء نفسه ما كانش، يعني الناس مش معجبة بالأداء، لكن أنا بقول الماتشين مع بعض، يعني هو بنى على الماتش النهاردة على 2-0 اللي كانت في القاهرة. آه يعني قدر يبني، قدر يعمل تكتيك دفاعي بتغيير داخل الملعب، يعني احنا دايما النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1، صحيح، بيعتمد على محمد قفشه، مجدي قفشه، في التحول من الدفاع للهجوم وصناعه اللعب، وعنده الاطراف السريعه وعنده راس حربه شريف بيعتمد عليه في السرعات من العمق. غير الشكل خالص النهارده، هو كماله للمباراه. يعني بدا المباراه ب 2-0، هو عايز يحافظ على ما يدخلش فيه اهداف ويحافظ. وان قدر يخطف هدف بيغير مفاهيم المدرب واللعيبه في كل حاجه. يعني الهدف اللي جه من كره ثابته، كورنر اللي جه 1-0 في الدقيقه في بدايه المباراه، غير الحسابات تماما. بالظبط. لكن في الدقيقه 11 بالظبط، لكن طول المباراه مفيش هجمه للنادي الاهلي. هو اعتمد على صن داونز بيلعب من العمق دايما، وعنده سرعات في الاستحواذ، وعنده شغله كله من العمق، فحط رامي قدام السردباكين وتحت الديانج والسولية، فقفل منطقه العمق. برغم ذلك هم برضو قدروا يروحوا، بس مش زي الاخطاء اللي كانت موجوده في مصر. في مصر يمكن الكره العرضيه كانت بتسبب مشاكل كبيره، والنهارده كوره جت عرضيه جاب جون، ولكن اقلل الاخطاء واعتمد بشكل كبير جدا على التنظيم الدفاعي. التنظيم الدفاعي من المهاجمين قدام، من شريف، من مجدي قفشه كان بيلعب ناحيه اليمين، من صلاح محسن ناحيه الشمال، وتحتيه الديانج والسوليه، وتحتيهم رامي والاربعه اللي ورا، يعني لعب 4-1-4-1. دي التنظيم الدفاعي كان جيد جدا. يمكن التحولات ما كانتش لصالح النادي الاهلي، التحولات من الدفاع للهجوم ما شفناهاش في النادي الاهلي خالص النهارده. ويمكن الهدف اللي جه برضه في الدقيقه 10 والدقيقه 11 بيغير حاجات كتير عند اثنين مدربين. صحيح. يعني عند مدرب صن داونز انت عايز تجيب اربع اهداف عشان تكسب، 3-1 مش هتكسب. صح. فبرضه بتصعب المهمه، وبتصدر توتر للفريق اللي قدامك، بتصدر توتر للمدرب بره، ما بيعرفش يفكر بشكل جيد. النادي الاهلي الهدف اداله الثقه، واداله حته التماسك الدفاعي اكتر، وابتدى يرجع وابتدى يقفل كل الهجمات اللي هي بيعملها النادي الاهلي على استحياء. واحده طويله لصلاح محسن، الديانج طلع بواحده لقدام، بس التحولات بلاعيب او اتنين ما بتجيبش مرمى، فعشان كده انت ما ضيعتش حاجه خالص. وقدرت تحافظ ان انت تروح الدور اللي بعد كده. طيب، من وجهه نظرك يعني ايهما كان اكثر تاثيرا، هدف صلاح محسن هنا في مصر ولا هدف ياسر ابراهيم في جوهانسبرغ؟ لا، الهدف بتاع ياسر ابراهيم طبعا. بتاع ياسر ابراهيم هو اللي عداك. طبعا الهدف بتاع صلاح ده اللي جه في الوقت، يعني جه في الاخر، ادى طمانينه 2-0 غير 1-0. يعني 1-0 هو ممكن يقعد يشتغل طول الماتش عشان يجيب جون، لكن 2-0 بيخليه يفتح خطوطه اكتر. بيستعجل على المكسب، بيستعجل على الاهداف، وهم عندهم مشاكل دفاعيه كتيره، وعندهم حارس المرمى قليل من المباراه الاولى شفناه، مش طبعا يعني هو السبب في الهدفين. وعندهم مشاكل في عمق الملعب عند السردباكين، مشاكل. لكن عندهم نص ملعب وعندهم الفراوده، بيعرفوا يروحوا، بيعرفوا يستحوذوا بشكل جيد، عندهم مهاره فرديه كتير موجوده في الملعب. لكن هو قدر يقفل النهارده، يمكن عنده قراءه جيده لفرقه صن داونز طبعا، فرقته وعارف الفرقه هناك بتلعب بشكل ازاي، فحط العمق اللي كان موجود بتاع رامي ربيعه، كان ليه اثر كبير جدا في قفل عمق الملعب اللي هو بيشتغل عليه بشكل كبير.